الله يرحمك عم أمين، الله يرحمك عم أمين، الله يرحمك. آدم، الحمد لله على السلامة حبيبي، عامل إيه؟ أنت بتعيط يا خالد؟ لا لا حبيبي مفيش حاجة خالص. في إيه مالك؟ المهم أنت عامل إيه؟ كويس؟ مش كويس. معلش معلش يا حبيبي، بكرة تروق وتبقى زي الفل. بص حبيبي، لو في حد إداك أمانة ورجع يطلب الأمانة دي منك، هتديها له ولا لا؟ أكيد هديها له. طبعا. طب تخيل بقى ربنا هو اللي اداك الأمانة دي، ربنا عايز أمانته، ياخدها ولا لا؟ في يا خير بقاء الله، أبوك تعيش أنت. بركة فيك اجمد كده بقى، اجمد.